من الحاجات اللي بيتغافل عنها بعض الناس وهم بيأسسوا البيزنس بتاعهم في البداية هي الفاينانشال بوك كيبنج، ان انت تسجل كل المصاريف بتاعتك من اول يوم. وكل المصاريف هنا اقصد بيها فعلا كل المصاريف، من اول المشاوير اللي بتعملها بعربيتك والمكالمات اللي بتعملها بتليفونك وايجار المكان والفرش بتاعه واي فواتير ميه وكهرباء وغاز وانترنت، وكمان المرتب بتاعك انت او المرتب بتاع الفاوندرز، ان احيانا كتير بيكونوا 2 أو 3 يعني شركاء او دول الكوفاوندرز اللي بيأسسوا البيزنس، وهم اللي بيحطوا من تحويش في عمرهم، يعني بيحطوا في البيزنس بتاعهم بيحطوا فلوس وما بياخدوش هم مرتبات. دي نقطة مش صح خالص، ودي من الحاجات اللي بندرسها للستارت ابس بالذات واحنا بنتكلم عن الانفستمنت ريدنس، او ان هم يتأهلوا للحصول على استثمارات من مستثمرين. ليه هنا بنتكلم عن ان المرتب حاجة مهمة؟ لان انت دلوقتي لو مثلا بتشتغل في اي مجال او باي تايتل، والمفروض ان انت لو بتشتغل في شركة هتكون بتقبض 10,000 جنيه، وانت سبت ال 10,000 جنيه ديت وجاي تشتغل على البيزنس بتاعك. فلو انت بتشتغل بره ب 10,000 جنيه والبيزنس بتاعك بيدي لك 5، يبقى على ايه بقى هتاخد من البيزنس بتاعك؟ لا، انت تكتب ان انت بتاخد 10,000 جنيه مرتب، وممكن كمان تكتب 13 و 14,000 جنيه، لان لازم يكون حاجة تنافسية، حاجة تشجعك ان انت تشتغل على البيزنس ده وما تروحش تشتغل في اي مكان تاني بره. فالفاينانشال بوك كيبنج ده بيساعدك انت تعمل تراكنج للبيزنس بتاعك من اول يوم، عشان كمان تعرف امتى وصلت للبريك ايفن بوينت، نقطة التعادل. دي النقطة اللي بيكون قبلها خسارة، بس انت عمالي تصرف على البيزنس تصرف على البيزنس، وحتى العائد اللي بيجي لسه ما سدش كل المصاريف اللي فاتت. يعني انت ممكن تبقى بتحقق ربح بس انت صرفت كتير قوي في البداية، صرفت حرقت فلوس كتيرة في الماركتينج، ان انت التشطيب بتاع المكان خد منك فلوس كتير، الفرش بتاع المكان خد منك فلوس كتير، فلسه العوائد المادية او الارباح اللي بتحققها لسه ما غطتش كل المصاريف السابقة. لغاية ما بتوصل للبريك ايفن بوينت، اي بروفيت بعدها او اي عائد بيجي لك بيكون ساعتها نقدر نقول ان ده صافي ربح بيدخل للبيزنس بتاعك.